يعني قد يحتاج الإنسان إلى أن يتعمد إخراج ما في معدته من الطعام، قد يثقل عليه، قد يتسمم، فيحتاج إلى أن يخرج الطعام، إما أن يضغط على بطنه أو يضع مثلا أصبعه في حلقه، أو هو بقوة يقذف ما في بطنه. إذا فعل ذلك متعمدا فسد صومه عليه القضاء. وعادة هذا ما يفعل الإنسان إلا هم بحاجة إليه، فهذا بحكم المريض أصلا. أما إذا غلبه كما بعض الناس يعني يتسحر طعاما ثقيلا ويكسر وإلا به يخرج منه شيء، فهذا لا شيء عليه، صومه صحيح. نعم.